مرحبا، كيفكن؟ اليوم رايحين على ويسلر يلي هي واحدة من أشهر المنتجعات الجبلية بكندا. بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. ويسلر بتبعد 120 كيلومتر شمال فانكوفر، يعني تقريبا ساعة ونص سواقة، والطريق يلي بيربطها بفانكوفر اسمه سي تو سكاي رود. طريق يمكن من أحلى الطرقات يلي ممكن تمشوها بكندا، وفي كتير محلات حلوة توقفوا فيها، بس رح نعمل عنه فيديو خاص بعدين لحتى ما يطول الفيديو. مباشرة قبل ما توصلوا لويسلر بنصحكم تجربوا هذا المخبز يلي هو على المدخل الجنوبي لمنطقة ويسلر. المخبز كتير بسيط، بس دائما بيقولوا عليه انه افضل محل ممكن تاكلوا فيه معجنات بويسلر. المخبوزات عنده بين شكله انه كتير طيب. لونا حبيتي؟ قديش حبيتي؟ وهي لونا تنصحوا به. اول مكان رح نوقف عنده هو بحيرة آلتا. جد هذا المكان كتير بيشبه البحيرات يلي بسويسرا، خصوصي مع هذا المرج الاخضر يلي قدام البحيرة. البحيرة مالها كبيرة كتير، مساحتها بحدود 1 كيلومتر مربع، بس هي موصولة مع مجموعة بحيرات وقنوات تانية معروفة باسم River of Golden Dream، فممكن تاخدوا قارب من هون وتجتفوا لهي القنوات المائية. منيح طلعت الشمس شوي، على الطريق كان معظم الوقت الدنيا مغيمة. المنطقة يلي بويسلر كتير مشهورة بمسارات الهايكينج ومسارات الدراجات، ففي كتير عالم تجي بتقعد أكتر من يوم بالمنتجع وبتكون كل مشاويرها من بعدها على الدراجات. هلأ رح نطير الطيارة لحتى نشوف منظر البحيرة من فوق. المنطقة كتير مشهورة لقوارب التجديف والرياضات المائية. صار شفت بأكتر من محل بيحطوا حجار فوق الشجر المقطوع، إذا حدا بيعرف ليش يقلنا. المنطقة كتير رايقة وفيها قعدات ممكن تعملوا فيها سيران. على فكرة دائما بتشوفوا بهاي المنطقة طيارات صغيرة عم بتطير، لأنه في أكتر من شركة سياحية بتعمل جولات بهاي الطيارات على الجبال اللي بالمنطقة. طلعوا هاي القوارب بتنفخوهم، الظاهر لازم نشتري منهم، حسيتهم ضروريات ببريتش كولومبيا. هلأ وصلنا على المنطقة الرئيسية بالمنتجع يلي اسمها المين فيليج. اجمالا ببريتش كولومبيا بيحاولوا يورثوا ثقافة السكان الاصليين، فدائما بتشوفوا عواميد التوتم بكل محل. المنتجع كتير كبير ومبني على طريقة قرى جبال القلب الاوروبية. بتلاقوا بالمنتجع كتير محلات لتأجركن دراجات، لأنه في كتير مسارات جبلية حوالين المنطقة. ويسلر بالأساس هي منتجع جبلي ومشهورة كتير للتزلج بالشتاء. المنطقة كانت نائية كتير، ولفترة 1960 ما كان إلها طريق لفانكوفر، وبعدين قرروا يعملوا فيها منتجع للتزلج، فافتتحوا هذا المنتجع بال 1966. وبعدين المنتجع انشهر كتير بفترة التسعينات، وكان دائما يتصنف كأحسن محل للتزلج بأمريكا الشمالية كلها. حقيقي النمط المعماري اللي مستخدمينه كتير حلو، كل بناء عاملينه بطريقة مميزة عن التاني. جايبين مي من النهر يلي بيعدي بويسلر ويلي ميته لونه أبيض وحاطينه هون. وصلنا على الساحة الرئيسية اللي فيها الشعار الأولمبي. بالألعاب الأولمبية اللي صارت في فانكوفر بال2010، ويسلر استضافت كل مسابقات التزلج،
وزادت شهرته كتير من هداك الوقت. المكان فيه عالم كتير بس ما مبين انه زحمة لانه كتير كبير. هدول البيوت اللي عم تشوفوها كلها للأجار لانه المنطقة ما فيها سكان كتير، فمعظم اللي عم تشوفوهم سياح. سكان المنطقة بحدود 10,000 نسمة بس ويسلر بيجيها اكثر من 2 مليون سايح بالسنة. وهذا عمود توتيم الثاني. باخر فترة بكندا صار يحطوا تذكارات واحذية اطفال حوالين النصب التذكارية تبع السكان الاصليين كنوع من التضامن بعد ما اكتشفوا مقابر اطفال في المدارس الداخلية اللي كانت مخصصة للسكان الاصليين. هذا المسرح بيعملوا فيه حفلات بس اطلعوا قديش منظر الجبال وراه حلوة. ويسلر كمان مشهورة انه فيها تلفريك كتير حلو بس ما رح نطلع فيه اليوم لانه الدنيا مغيمة، فاذا طلعنا لفوق فما رح نشوف شي. ان شاء الله الزيارة القادمة بنطلع فيه. ممكن توصلوا للمنتجع اما سواء بالسيارة او بالقطار او في باصات بتوصل لفانكوفر، وعلى قد ما له مشهور المنتجع ففي باصات بتوصلكم مباشرة من المطار للمنتجع. في كتير محلات لتشتروا تذكارات من هاي المنطقة، والمنتجات تبعهم كتير حلوة. بس هلأ دخلنا على محل أسعار كتير غالية. هذا محل بيتزا كمان قايلين عنه انه طيب. القعدة هون حلوة بس البيتزا عادية، لونا ما كتير تنصحوا به. هلأ رايحين على البحيرة الثانية اللي اسمها لوست ليك. طلعوا حاطين هون تحذير انه ممكن نشوف دببة بالمنطقة. وهي التيك توك يغزو العالم. هي اصغر بحيرة بالثلاث بحيرات الموجودة بمنطقة ويسلر. هي البحيرة مشهورة بشاطئها الرملي وفي كتير عالم بتسبح فيه، وبتلاقوها اسحى من البحيرات الثانية يلي بويسلر. البحيرة كتير صغيرة بس مشهورة لانها قريبة كتير من المنتجع. ما في محل صفو السيارة فيه عند البحيرة، بس في محل لتنزيل الركاب قريب بس السيارة ما بتقدر تصف. المنطقة كمان معروفة انه المتقاعدين الاغنياء بيحبوا يقعدوا فيها. هلأ رايحين على البحيرة الثالثة يلي اسمها جرين ليك. على طول الطريق بتلاقوا شاليهات تصيف، وهالشاليهات اجمالا فخمة كتير. وصلنا هلأ على البحيرة وهلأ رح نطير الطيارة لحتى اورجيكم ليش بيسموها جرين ليك. لونا قمة الرواء، عم تنقع رجليها بمي باردة. عن جد شي غريب، الطيارات الصغيرة هون ما بتوقف. البحيرة مساحتها 2 كيلومتر مربع وشكلها صاير طولاني، وفيها اكثر من محل بتقدروا توقفوا فيه لتتصوروا مع البحيرة. اول مسار للمنطقة انبنى بال1877 وكان بس تعدي المواشي من المناطق يلي شمال ويسلر،
وبعدين بال1914 انمدت سكة قطار لتعدي بالمنطقة، وصار في بيوت صغيرة للتصيف حوالين البحيرات اللي موجودة هون. المنطقة تسمت ويسلر لأن المستكشفين الأوائل كانوا يسمعوا صوت تصفير من حيوانات اسمهم مارميت، فسموا الوادي ويسلر يعني التصفير. رح نرجع هلأ للمنتجع. هذا فندق الفيرمونت من أفخم الأوتيلات هون، بس هلأ بسبب الكورونا النزلاء بس اللي بيقدروا يدخلوا عليه. هاي حلبة التزلج اللي صار فيها الأولمبياد بال2010 قريبة من فندق الفيرمونت. شوفوا كيف موقف الباص عاملينه مغلق مشان الشتاء. هاي مثال عن الدراجات الهوائية يلي بتلاقوها كتير بويسلر. عاملين المنتجع بطريقة انه تلاقوا فيه كل النشاطات يلي ممكن تحتاجوها. شوفوا هاي مثلا حلبة سكيتينج، وجنبها في مسار تاني للدراجات الجبلية. النهر يلي بيعدي بويسلر اسمه بلاك كوم، يلي هو نفسه اسم الجبل العالي يلي عليه مسارات التزلج. مية النهر لونها أبيض لأنه فيها هذا الرمل، بيقولوا له روك فلور، يلي بيطلع من تفتت الصخر تحت الأنهار الجليدية. وهلأ رح نرجع على المين فيليج. لونا قاعدة تروق أعصابها بآخر هالنهار. بويسلر معدل نزول التلج بالسنة بحدود 10 متر على طول فترة الشتاء، فهذا الشي بيخليها من أحسن منتجعات التزلج بالعالم. طلعوا حتى الزحلاتة هون مختلفة. منطقة ويسلر حقيقي من المناطق المميزة ببريتش كولومبيا، والشي الحلو انه قريبة كتير من فانكوفر، فبتحسوا من السهل انه واحد يعملها برحلة يوم. هيك بتكون خلصت رحلتنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.